ولرصد آراء الشارع الجزائري عقب الإعلان عن التشكيلة الحكومية. تبعوا مليح عبد اللطيف، هذا ما واحد الكاشير بصح كيفاش تحل بلو برلمان الشعب. شوفوا مليح الشتاء اون ديريكت. عبد اللطيف انت معنا على المباشر. نعم عبد اللطيف من العاصمه الجزائر. من العاصمه تشاهد اذا هذه الصور، مجموعه من المواطنين الان. هذاك اللي قدام وهذاك اللي لابس جيلي روش كاشير او يقرا. الاتصال بعبد اللطيف يبدو انه لا يستمع. تحيه لك وكل المشاهدين. تبعوا مليح. اذا بعد سماع هؤلاء المواطنين عن اعلان حكومه جديده بقياده الوزير الاول نور الدين بدوي، تجمع هؤلاء كذلك بين سنسمع لارائهم حول هذه الحكومه وماذا مدى انسجامها مع مطالبهم. ومعي احد الشباب الحاضرين، احد الكاشير، بخصوص اعلان الحكومه الجديده. نعم انا مع تشكيل اعلان تشكيل حكومه جزائريه جديده بعدما انصرح الوزير الاول نور الدين بدوي. انا ستكون تشاور تشكيل حكومه جديده شبانيه تكنوقراطيه. راضي يعني هذا الحكومه الجديده لنا بدايه الاسبوع القادم. وياتي هذا خلال وياتي اذا هناك اراء تباينت بين وياتي هذا ملاصقه مع الوزير الاول. هناك اراء شكرا عبد اللطيف على هذا محاوله الكاشير. بارك الله فيك. شكرا لك زميل عبد اللطيف صالحي، كنت معنا على المباشر.